عندنا برنامج الرزامة الزراعية. نعم. يعني عمليات الفتح والغلق، إيقاف الاستيراد أو فتحها دائما تكون متغيرة حسب حاجات السوق المحلية. وتعرف أنت اليوم كل دول العالم لا تستطيع أن توفر كافة ما تحتاجه من محاصيل على مدار السنة للكثير من المتغيرات، وأيضا حاجات المستهلك اللي أصبحت اليوم ما عندنا سلعة بعد موسمية تنتهي بانتهاء الموسم. الكثير من المحاصيل صارت على مدار السنة حاجة سنوية لتغير مستمرة، لتغير وتطور طرق الزراعة المستخدمة، وبالتالي اليوم حاجات المستهلك العراقي لزيادة قدرته الشرائية. نعم. المحاصيل أو الفواكه الصيفية يجدها بالشتاء، وبالعكس أيضا أهمات صحيح. لذلك حينما تصدر مثل هذه القوائم فأنا يعني من باب التوضيح، هي قوائم متغيرة لربما الشهر القادم تضاف إلى مواد أو تحذف منها مواد، وبالتالي هذا يعكس حالة مرونة وشفافية في العمل يتعاطى مع حاجات السوق المحلية يوم بيوم وشهر بشهر. مع ذلك خليني أسأل، كم مادة الآن وإحنا نتحدث في الرزنامة الزراعية عندنا بها اكتفاء ذاتي، وفرت الإنتاج المحلي، ممنوعة من الاستيراد إلى جانب هذه المواد الستة الممنوعة من الاستيراد خلال الساعات الماضية؟ يعني بالنسبة للبطاطا على مدار السنة عندنا اكتفاء ذات الله الحمد. يعني البطاطا حتى إذا ذكرت فهي أوتوماتيكياً ممنوع الاستيراد لأن وفرت الإنتاج المحلي في مختلف محافظات العراق، وبالتالي تعرف أنت محصول أساسي. أيضاً الطماطم يعني تطور إنتاجنا بزيادة متواصلة حتى وصلنا إلى أنه نحتاج الاستيراد أو فتح الحدود للاستيراد شهر واحد فقط في السنة، هو الشهر الرابع. شهر واحد فقط انتقال حركة الإنتاج من منطقة من المناطق الجنوبية إلى الشمالية أو بالعكس، شهر واحد ودع الشهر عند اكتفاء، دع الشهر عند اكتفاء ذات لا، وتصدر إلى الكثير من أسواق خاصة دول الخليج العربية. عندنا تصدير كميات كبيرة من الطماطم بالإضافة إلى البطاطا بالإضافة. يعني بالمناسبة حتى نذكر أرقام حتى المشاهد هم يكون إيش قد الكميات المصدرة؟ يعني ما صدر في السنة الماضية إلى خارج العراق 2023 من إنتاجنا المحلي من الخضار أولا تجاوز حاجز 72,000 طن مختلف المحاصيل الخضار. نعم. يعني نعم. طماطم، بطاطا، خيار، بصل، رقي، بطيخ. وعندنا فواكه بالمناسبة لربما البعض يستغرب، عندنا تصدير فواكه أكثر من 4,000 طن أيضا صدرت تحديدا إلى أسواق دول شنو هاي الفواكه؟ من الرمان والفواكه البرتقال واللالنجي، وبالتالي عندنا إنتاج.